ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده هنعمل حاجه سريعه كده، هنعمل الحواوشي. معايا ده نص كيلو لحمه مفرومه او اكتر شويه، مش عارفه وزنه بالظبط بصراحه، وهحط عليه 3 بصلات، ومعايا فلفل حراق على فلفل رومي، والبهارات اللي هحطها معايا فلفل اسود وبابريكا وال7 بهارات وقرفه. رشه القرفه دي بتخليه ليه طعم حلو قوي، وكزبره. حط البصل والفلفل، واحط البهارات، واحط الملح، هقلبهم كويس في بعض وهرجعهم الكبة تاني. اللحمة ديت انا فارمة معايا حتة من اللية، بتفرق جدا في الطعم. اللحمة هنا فرمتها في الكبة، ومعايا عيش، ممكن تجيبه من الفرن عيش حواوشي او ممكن عيش عادي، ده عيش عادي. الحواوشي اهو انا فردت اللحمة فيه، ما تكتروهاش قوي ولا تقللوها قوي، خلوها وسط. انا بملى ايدي كده لحمة وبفردها في الرغيف. المرة الجاية ان شاء الله بعمل معاكم الحواوشي الاسكندراني. ممكن تعملوا الحواوشي بالفراخ او بالسجق، وليا مامة صاحبتي بتعمله بالجمبري، هبقى اطلعها مرة ان شاء الله هي تعمله معاكم. هخلص انا الباقي وهرجع لكم نسويه مع بعض. الكمية اللي معايا عملت لي 8، وتبقى حتة صغيرة احطها في نص رغيف. انا مش بحب اسوي الحواوشي في الفرن، فبسويه على البوتاجاز. جبت طاسة وحطيت فيها زيت وهدي عليها النار. بعد ما الزيت سخن هدي عليها النار واحط الحواوشي. اللحمة اهي لونها بدأ يغير من الجناب، هقلبه على الناحية التانية. الحواوشي اهو خلاص استوى معايا. لو انتوا عايزينه طري ممكن تحطوه في حلة وتغطوه، انا هعمل كده. لو انتوا عايزينه مقرمش سيبوه كده ما تغطوهوش، انا هغطيه. هحطه في حلة اهو وهغطيه. حط بس نقطة زيت وهحط التاني. وهكمل بنفس الطريقة. جربوه في البيت بجد حلو جدا، كفاية النظافة وان انتوا تبقوا ضامنين اللحمة اللي انتوا بتعملوا بيها. ممكن تعملوا منه كمية برضو وتشيلوها في الفريزر، تحطوا كل رغيف في كيس وتطلعوا على التسوية بس. وممكن تحطوا على اللحمة المفرومة برغل، تنقعوا شوية برغل في مية سخنة وتفرموها مع اللحمة المفرومة، بيبقى حلو برضو. الحواوشي هنا خلاص خلصته، وكان اللي بيطلع كنت بحطه في حلة وبغطيه لان انا عايزاه يكون طري. لو انتوا عايزينه مقرمش ما تغطيهوش. هنفتح واحد، بص عامل ازاي من جوه، واللحمة مستوية اهي. جربوه بالطريقة دي هيعجبكم جدا، واللي حابب يسويه في الفرن براحته، بس انا بحب ان انا اسويه في الطاسة. هستنى رأيكم في الكومنتات واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.